ايش الاسباب اللي تخلي الناس يلبسوا اللباس ما هو لباسهم؟ يعني في حاجات كثيره، مسايره الاخرين احيانا، مصادقه الناس اللي فيهم هذه الصفه، صفه الهياط. صحيح. او خلينا نقول بعض الناس اللي هم اثرياء، الله عز وجل انعم عليهم، وانت وضعك غير عن وضعهم تماما، فمسايرتهم باستمرار تخليك تحرج نفسك، مرهقه تحرج نفسك، تحاول انك تكون تحاكيهم وتسايرهم. صحيح. وانت اصلا اقل منهم درجه، عيش على قدك، عيش على قدك. هذه ممكن مو اقل منهم درجه، هاني يعني معلش اقل منهم، ما اقصد درجه ماديه، اقل منهم. ايوه طبيعي. ما اقصد انا درجه ماديه، اقصد أيوة، ما اقصد شيء ثاني. عيش على قدك، هذه ممكن تحطها شعار لك في كل شؤون حياتك. عيش على قدك في المأكل، عيش على قدك في المركب، عيش على قدك في الزواج، عيش على قدك في اي امر من امور، في التجاره مثلا، تبغى تدخل تجاره، تبغى تدخل في يعني تكون لك مشروع، عيش على قدك، لا تعيش على الآخرين، لا تجعل الآخرين هم يسيروك، لأنه سبحان الله الخلطة تؤثر في حتى لو أنت ما تشعر، أو حتى لو كان بدون قصد منك، لكن الخلطة مؤثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني أفضل مثال أن نتحدث عنه صراحة ويكون مؤثر فينا دائما، هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن في حجرة صغيرة جدا، يعني حتى أنه لما كان يقوم الليل كانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها، فإذا جاء يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ردت رجليها وبعدت رجليها من صغر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في موقف جميل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤثر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ظهيرة شديدة الحرارة، في ذلك الوقت ما كان في أحد يخرج في هذا الوقت، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شديد الحر، ما جرت العادة أنه أحد يخرج من بيته في هذا الوقت. ليش؟ لحرارة الشمس، حرارة الجو. خرج النبي فشاهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما الذي يخرجكما في هذا الوقت؟ كأنه استنكر، يعني هذا وقت مو وقت خروج، وقت الناس قيلين يعني جالسين مريحين في البيت. قالوا: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني حتى أنا خرجت عشان الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان مالك الدنيا في ذلك الوقت، وكل يعني الخيرات والثروات كلها تحت تصرفه، لكنه كان يعيش كفاف مثل ما يعيش غيره، ما ميز نفسه عن أحد. فكل واحد يعيش على قده، والله يرتاح، يعيش على قده يرتاح، ويريح اللي معاه، ويريح أهله، يريح أصحابه، هو يعني يتصالح مع نفسه إذا عاش على قده. مو الحديث. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.